السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نوجة من قناة يوميات بيتي مع نوجة. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة الفول المدمس بطريقته بتاعت المحلات، الطريقة اللي هي الأصلية. مش هنحط بصل، مش هنحط جزر، مش هنحط قوطة، مش هنحط فلفل. في ناس كتير بتحط الحاجات دي، بس هي كل دار وليها مدار. وخليكم معايا عشان معايا معلقة سحرية هتخلي الفول ما يسودش معاكي خالص لاخر معلقه في القدره، هتلاقي الفول ابيض مفيهوش اي حاجه. تمام، هبدا الفيديو بتاعي بسرعه. انا كنت من بالليل غسلت الفول كويس جدا جدا وبليته في ميه، لان البقليات يا جماعه لازم اقل حاجه تقعد 6 ساعات في الميه منقوعه، ما ينفعش اقل من كده، البقليات لازم. تمام، فانا خليته من بالليل للصبح، وبعد كده هصفي. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الميه بيضه خالص ازاي. لازم كل ما اروح على الفول اغير ميته، كل ما اروح على الفول اغير ميته. هصفي الفول معايا خالص، وبعد كده هحطه في القدره وهغلي شويه ميه في الكاتل. تمام، ومعايا 4 معالق عدس، ومعايا 4 معالق فول مدشوش. بس هي دي كل وصفتنا مع المعلقه السحريه اللي جربتها، هقول لكم عليها، بس استمروا معايا لاخر الفيديو عشان ان شاء الله تستفيدوا. حطيت صفيت الفول بتاعي كويس جدا من الميه اللي كان منقوع فيها، وحطيته اهو معايا في القدره. تمام، احط، بصوا يا جماعه مش هخلط الفول بالعدس كده واحط كله على بعضه، لا، انا حطيت الفول بتاعي واروح حط عليه العدس. العدس ده يا جماعه هو، بص انا غسليه، انا غسلت العدس وغسلت الفول اللي هو المدشوش، هحطه كده. تمام، من فوق هحطه على الوش عشان الفول بتاعي ما يسودش خالص، ابقى ضامنه. هو كده كده لما يستوي العدس بيتفتت خالص وبيعمل لي ميه الفول. في ناس بتحط نشا، في ناس بتربطه بدقيق، وفي ناس بتحط رز. انا مش هحط حاجه خالص، هتبقى الميه اللي فيه ميه طبيعيه خالص. بايه؟ بالفول المدشوش. لما ان شاء الله الفول المدشوش يسيح كده ويستوي جامد، هيبدا يتفتت خالص وهيتر ويعمل لي ميه فول حلوه قوي، هو والعدس. تمام، هحط برده ايه الفول المدشوش كده من فوق. يبقى احنا الفول بتاعنا تحت خالص، حطينا ال4 معالق عدس وحطينا ال4 معالق الفول المدشوش كده من على الوش. بصوا يا جماعه، انا هزود الفول بتاعي ميه سخنه، ما ينفعش خالص تزودي القدره بتاعتك ميه ساقعه، هيخلي الفوله مجرمزه كده ودبلانه ومش حلوه خالص. تمام، انا هجيب الكاتل بتاعي وهنزل بالميه السخنه اهو. تمام، اهو معايا الفول بعد ما حطيت عليه الميه السخنه كلها. لازم املى القدره على الاخر، ومعايا بقى المعلقتين السحريتين اللي هم هيبقى الخل ده يا جماعه، مش هيخلي الفول يسود ولا ميه الفول تسود لاخر فول. اهو معلقتين بس، معلقتين على نص كيلو فول. اللي معايا ده كان نص كيلو فول، و4 معالق عدس، و4 معالق ايه فول مدشوش. بس كده هرفعها على النار، هتاخد غلوه، واول ما يغلي هروح موطيه عليها شمعه. هو هياخد 2 ساعة بالظبط سوا، هيبقى زي الهريسه معاكي. انا عملته في القدره دي كانت عندي من زمان. ممكن حضرتك تعمليه في حله، بس الحله كل ما بتكون واسعه او كده الفول بيسود. تمام، احنا عايزين حاجه محكوم على الفول زي القدره. تمام، القدره الالمونيا دي جميله، وفي قدره فخار بتاعت الناس الصعايده الجمال دي، بتبقى بقى بتطلع الفول احلى واحلى. بس اذا ما كانش فيه الفخار هيبقى فيه الالمونيا بتاعتنا العاديه خالص. هرفعها على النار واوريه لحضراتكم. بصوا يا جماعه، بدا الفول يغلي اهو معايا. تمام، هجيب غطا القدره، هكفي كده على وشه كده، وهجيب معايا كنكة فيها مية، بصوا يا جماعة فيها مية اهي، مش سخنة، مية عادية خالص. هتحطيها على النار، وهبدأ اهدي النار خالص، وهي كده كده البخار اللي هيسخنها. وكل ما افتح الفول كل بتاع ربع ساعة كده ولا تلت ساعة بيشقري عليه. اول ما تلاقيه بدأ المية تقل منه تروح مزودة مية من اللي هي السخنة دي. ما ينفعش يا جماعة تزودوا مية خالص باردة. تمام، انا وطيت خالص عليه، وهرجع اوري لحضراتكم ان شاء الله لما يستوي. هو هياخد بالظبط 2 ساعة. هزود من المية دي يا جماعة،
وطيت شمعة خالص يا جماعة، شمعة يعني وطي خالص عشان الفول ما ينفعش يستوي غير على شمعة. ماشي ان شاء الله هيستوي، هرجع اوريه لحضرتك. الفول المدمس الجميل معانا اهو في القدرة بعد ما استوى. بص يا جماعة بسم الله ما شاء الله على لونه، ما سودش خالص 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 اهو. الخير كله بقى هنجيبه من تحت اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. فول انت اللي عاملاه في البيت من اول حاجة لاخر حاجة، وبصوا بسم الله ما شاء الله عليه مهري خالص ازاي، يعني ما استحملش معايا ساعتين على النار. وبسم الله ما شاء الله بقى ريحته ما اقولكوش يعني. وبصوا لونه، شفتوا معلقة الخل عملت ايه؟ هنا انا بقى مسميها المعلقة السحرية اهو. ومية الفول تقيلة ازاي، مية طبيعية ولا فيها بقى دقيق ولا فيها نشا ولا فيها اي حاجة من الحاجات اللي الناس بتحطها اهو. هدي قدرة الفول بتاعتنا، ولغاية ان شاء الله ان شاء الله اخر معلقة هتلاقي الفول كده حلو معاكي وفاتح. بصوا كهرمان اهو، بصوا برضو اهو عشان سخنة بس. بصوا يا جماعة اهو، بصوا مهري خالص اهو، مش مستحمل بس هو عشان سخن جدا مش عارفة احط ايدي فيه. لو ان شاء الله تستخدميه على طول اهو، خلاص رمضان على الابواب اهو، ان شاء الله هنتسحر بيه ان شاء الله. هتخلي معاكي القدرة وتطلعي تاخدي معاكي في الطاسة وتسخني. عايزة تسخني من القدرة مباشرة لازم تكوني موطيه عليها شمعة، مينفعش القدرة لحسن بعيد عن الشر يعني ايه يشيت من تحت. ان شاء الله هتشوفي الفريزر، هتجيبي كيس وتعبي وتسيبيه لما يبرد خالص، وتروحي مدخلاه على طول الفريزر. هتسيبي القدرة لما تبرد خالص وتحطيها في التلاجة. لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.